وكأنه مشهد من فيلم خيالي ينتظر اللبنانيون نهايته، لكن إسرائيل تصر أنها البداية، بداية نهاية حزب الله كما تأمل، لكنها لا تعلم أنها دمرت البشر والحجر والشجر. فالحرب إذا ما دخلت مدينة تنهكها، لا بل تدخلها في عصر الظلام. تستعرض إسرائيل بما أوتيت من قوة عضلاتها في لبنان، وعلى طريقتها تهدم وتشرد وتقتل وتجرح. إنها الحرب إذن، وما أشبه اليوم بالأمس حينما قررت إسرائيل الانتقام من حماس بسبب 7 أكتوبر. دخلت غزة ففجرت وقتلت ودمرت غزة بمتفجرات تفوق قوتها قنبلة هيروشيما، حتى أصبحت غزة مكانا لا يصلح للعيش بعد مقتل أكثر من 41,000 وإصابات تلامس 100,000، ومن بقي حيا فهو أسير للخوف والجوع. مر عام من الألم، فيما عيون الغزيين لا تخلو من الأمل.